مرحبا، أنا سيف عبيد الرميثي، ضابط أمن تقنية المعلومات في إدارة الأمن النووي. يتضمن دورنا في إدارة الأمن النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على ضمان حماية استخدام وتخزين ونقل المواد النووية والمصادر المشعة من خلال وضع اللوائح وإرشادات اللوائح المتعلقة بالأمن النووي وفق معايير عالمية والإشراف على تنفيذها من قبل المرخص لها. كما يتضمن عملنا في إدارة الأمن النووي في تنظيم وترخيص ورقابة الأنشطة المتعلقة بالأمن النووي في الدولة، بما في ذلك ترخيص محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى ترخيص الجهات لاستخدام المواد المشعة في مجالات الطب والأبحاث والمجالات الصناعية الأخرى. كما يشمل دورنا القيام بعمليات التفتيش وفقاً لأفضل الممارسات الدولية لضمان امتثال المرخص لهم لمتطلبات لوائح الهيئة المختصة بالأمن النووي، مع الالتزام التام بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن النووي والحماية المادية.